أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، وإلى هذه النافذة التي تفتحها قناة أونلايف من هنا من مكتبة الإسكندرية، نطل من خلالها على أبرز المستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية. ربما لم يجتمع العرب على حب زعيم مثلما اتفقوا على حب الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر. اختلف معه البعض وهجمه آخرون، لكنهم أعداد لا حصر لها كتبت عن الراحل ما لم يكتب عن حاكم عربي قبله أو حتى بعده. غاب ناصر وبقيت سيرته حاضرة في حياة الكثيرين والعرب على وجه الخصوص، ومع مرور الذكرى المئوية لميلاد الزعيم نقلت أو نقلب الصفحات والدفاتر بحثا عن ذكريات الكرامة والقومية في وقت تمر به الأمة العربية باضطرابات وانقسامات لم يسبق لها مثيل. في قلوب البسطاء والفقراء سكن الزعيم، وفي عيون العرب وأفكارهم استقرت صورته كأفضل من يحقق آمالهم. ورغم رحيله منذ 47 عاما، إلا أن ناصر يبقى هو الحلم والملهم للعرب، فقد كان ولا يزال رمزا للعروبة.